حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراء مباحثات مكثفه وبناءه مع الرئيس الجزائري، وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن هذه المباحثات عززت العلاقات المتميزه بين البلدين. لقد أجريت اليوم مع فخامه الرئيس تبون مباحثات مكثفه وبناءه، تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائيه والإقليميه، والدوليه ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين. وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب. وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات. أخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر. ومنها تحقيق التنميه الشامله ومواجهه التدخلات الخارجيه في المنطقه ومكافحه الارهاب والفكر المتطرف وصون مفهوم الدوله ودور مؤسساتها الوطنيه